فيروس كورونا وتأثيره على الرياضة، متابع الموضوع ده ازاي؟ لا هو الحقيقة انت لما اقول لك انه الدوري الايطالي خسائره لو اتلغى الدوري هتبقى حوالي 700 مليون يورو، فتعرف الدنيا رايحه فين. لا خسائر مرعبه جدا، انت بتتكلم على حقوق بس، بتتكلم على حقوق رعايه، بتتكلم على مرتبات لعيبه، بتتكلم على دخول ايرادات جماهير، دخول جماهير، بتتكلم على اقتصاد. انت كره القدم في مصر الدوري العام ده اللي الناس الدوري العام ما يتلغي، اللي بيقعد يتريق عليه يقول لك الايجيبشن ليج ومتعه الايجيبشن، الخدمات المعاونه اللي بتشتغل على الدوري المصري اقتصاد 2 مليون بني ادم. الاقتصاد لوحده يعني 2 مليون بني ادم خدمات معاونه، هو ال 90 دقيقه اللي يلعبهم اف سي مصر 11. وطنطا بيعملوا خدمات، لانك انت هو الامر مش مقتصر، لانه اللعيبه دي بتدخل دخل، الدخل ده بيروح لناس، الناس بتوديه لناس، فبيعمل دوره ماليه ودوره تراكميه في الفلوس والعمل ل 2 مليون بني ادم. فتخيل انت الغاء الدوري المصري هيضر 2 مليون بني ادم. ومحدش واخد بالك من حته ان محدش عايز يتكلم فكره الغاء في العالم، انا مش بتكلم على مصر. لا النهارده خلاص يعني الاوروبيين حسموا الموضوع، حسموا الموضوع تماما وقرروا ياجلوا يورو 2020 ل 2021 عشان كل الدول الاوروبيه في وقت انحسار الفيروس يكملوا دورياتهم. يعني هي الموضوع كله بقى لتكميل يعني كل اللي حصل النهارده من تاجيل لاكمال الدوريات. حتى لو الدوري انتهى في 7 او في 8 مفيش مشكله. هم طلبوا انه لما يبدا السيطره على الفيروس يبقى يا جماعه ما تمدوش الموسم اللي بعد 30/6، وهم نقلوا نهائي اليوروبا ليج والتشامبيونز ليج ل 24/6 و29/6 على الاقل. فهم لا يعني هم الدوري اصله الدوري هو الاقتصاد المتكامل لكل بلد. وبعدين انت عندك الدوري في محترفين، في فلوس بتطلع، في يعني الكوره ما بقتش لعبه ترفيهيه، ده اقتصاد. لا 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 اقتصاد دول قايم عليها. يعني اقتصاد اللاعبين البرازيليين المحترفين الموجودين. الحقيقه انا مش عايز ادخل في الموضوع بتفاصيله، اعتقد ان انتوا عندكم هتعملوا حاجه كبيره ان شاء الله يوم الخميس. حاجه يوم الخميس مع الصديق العزيز كريم سعيد باذن الله، وعارف انه هيعمل حاجه قويه جدا، فمش عايز اتطرق للموضوع بقوه، ولكن هو اقتصاد كامل كامل بيدور حوالين كره القدم دي اللي هي البتاع الصغيره اللي بيجري وراها 22 واحد. مظبوط. فالحقيقه لا مظبوط. طيب كوبا امريكا، اليورو، مسابقات الانديه الاوروبيه، محليين افريقيا المحليين، هنيجي بقى للموضوع الافريقي. اتأجلت لاجل غير مسمى، حتى ما تحددلهاش ميعاد. بس قبل ما نتطرق لافريقيا، لان في افريقيا عندنا حاجات هنتكلم فيها بتفاصيل اكتر تاني. احنا دايما المفاجآت ودايما عندنا جديد. طيب بالنسبه في اوروبا انت شايف مدى تاثير ده كمان على لاعيب الكوره نفسه؟ يعني انا مثلا كنت بشوف فيديوهات للوكاس فاسكيز لكريم بنزيما في البيت عندهم بيتكلموا ان هو في برامج تدريبيه بينفذوها في البيت. اما هو لان انت عشان تقف لمده اسبوعين ما اعتقدش انها تبقى اسبوعين، هتبقى اكتر، مش هتعرف ترجع على طول من بعد الاسبوعين ترجع تلعب. لا انت محتاج تبقى متاهل، فمحتاج اللعيبه وهي قاعده في البيت بتعمل برامج تاهيل، ولكن برضو لما يرجع